انه يعني اذا بدك تنتقد تيار ديني او بدك تنتقد حركه سياسيه مبنيه على اساس ديني، فانت حكما عم تنتقد لانه انت اقلوي، مو لانه انت حدا ضد المرجعيات اللي من هذا النوع. عنب بلدي بودكاست. دفعوا السوريين ثمن كتير كبير بعد الثورة، اعتقالات وموت ودمار ونفي. من هالمنفيين صبية سورية اسمها نينار، كانت طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم النقد الفني. نينار شاركت بالثورة وآمنت فيها، تعرضت لتهديدات أمنية وبالتالي اضطرت أنه تسافر على فرنسا، وهنيك تمارس عليها تمييز طائفي ببلد غريب وجديد وبيخوف. حكاية جديدة رح تكون معنا اليوم عن صبية واجهت عجزة ونجحت بأنه تنطلق لحياة جديدة، رغم أنه ضل السؤال شو هو الانتماء؟ معكم مواطن سوري من عنب بلدي بودكاست، وأنا يامن المغربي. لما بلشت الثورة كنت ساكنة أنا أمي بالشام. ب25/3 كنت بمظاهرة، بهاي المظاهرة كل العالم تقول إن هي كانت فيها، للأسف أنا كنت فيها. وقتها تم اعتقالي لفترة قصيرة، يعني ما فيني سميه اعتقال أبداً، هو كان شغلة شي 12 ساعة أنا ورفيقي وطلعنا بعدها، ما في ما طولنا يعني، بس كان هيك كان لسه الدنيا لسه جديدة، لسه 25/3/2011. وبعدها يعني فيني أقول إنه حاولت جهدي أنا ولا أمي ولا عائلتي القريبة إنه ننخرط شوي بالثورة قدر الإمكان، قدر ما كانت الظروف بتسمح. أمي قبل 2011 كانت عم تنظم مهرجان ثقافي بسوريا بضيعتنا بطرطوس، فبالتالي كان شوي موقف الأمني ما أنه مستقر، كان في عليها منع سفر، فبالتالي كان فيها نقول يعني أوريدي صفطة حمراء. فلما بلشت الثورة ووقتها وقعت، كانت توقع بين كل البيانات الأولى اللي طلعت ب 2011، وبعد ما تم اعتقالي وطلعت صار وضعها شوي مكركب أكتر. التليفونات والزيارات الأمنية هي كانت شغلات يومية دائمة، لحد ما بشهر 12/2011 نحنا كان عنا فيزا نطلع على فرنسا، فوقتها أنا طلعت على فرنسا، أمي راحت على عمان. كان وقتها جاينا تليفون إنه نحنا مستعدين نشيل منع السفر لمرة واحدة إذا بتطلعوا من سوريا وما عاد ترجعوا، ونحنا فعلا طلعنا من سوريا ورح يصيروا 10 سنين وما عاد رجعنا. وقتها أنا جيت على فرنسا بآخر 2011، وهلا رح يصير لي 10 سنين ببرات سوريا. يعني ما فيني سميها نشاطات عن جد، ما فيني أقول أيش، ما فيني أدعي إني كنت ناشطة تماما. كنت أطلع مظاهرات، أمي يمكن كانت تطلع مظاهرات، كان دورة يمكن كمثقفة كان هي أكبر شوي بأنه هي يعني تحكي أكتر، توقع يمكن بيانات، كانت لسه كتير البيانات طازة بهذيك الفترة. يعني بتذكر انه بفتره من الفترات كان انا عندي بيت بجرمانة، وبعدين صار بيت لكل رفقاتنا، يعني كل العالم اللي بعرفهم سكنوا بهذا البيت. كان فيه غرفه عن جد كانت يعني كانت مرعبه شوي، لانه كان فيها من اكياس الدم للادويه للبفلات، لانه كانت وقتها درجه ايام البفلات اللي نحط بفلات سبيكرات عليها الى حضرتك يا حافظ. فانه يعني عن جد كان هذا هو نشاطنا، هو نشاط مظاهرات سلميه او هيك يعني احتجاجات صغيره يعني، بس هي كمان كلها كانت فتره قصيره قبل ما نطلع. فبعد ما طلعنا اكيد يعني حاولنا ندعم قدر الامكان، بس بالنهايه احنا برا. بعرف انه امي عملت جهدها كمان من ضمن دوره كامراه مثقفه سوريه انها تحاول تدعم، وانا كمان عملت جهدي، بس يعني بالنهايه احنا صرنا برا بفتره باكره شوي، فيعني ما في الواحد يحكي عن أي شيء عمله برا قدام العالم اللي كانت جوا بالنهاية.
أنا تجربتي كانت بجرمانة. أنا إيه وقتها حطينا بفلات بجرمانة، وأنا كان معي هيك كيس كنت حاطة فيه بفلة وفيه هيك ورق زبالة مثلا، هيك إنه أكياس شيبس فاضية مثلا، ورق شوكولا فاضي، حطيت البفل بقلبهم بقلب الكيس مع الوسخ هيك وزتيت وقالوا رحت. فبعد شوي، وكان هو هذا البفل بهاي المنطقة، البفل اللي أنا حطيته هو الوحيد، كان في بفلات تانية مثلا عند ساحة الرئيس أو ما بعرف وين، كان هيك مليانة جرمانة وقتها، بس هذا البفل اللي أنا حطيته بتذكره لاني زتيته وطلعت هربتني وقتها. رفيقتي اخذتني على بيتها، فبيتها هيك برنته بتطل على القرنه اللي زتينا فيها البفل. ف يا لطيف الاستنفار الامني، هيك قال واحد جاي هيك عنصر امن معه عصايه كبيره، قالوا صار ينكشوا للكيس هيك من بعيد بالعصايه، انه يلا بكي في قنبله والكيس طالع منه، يعني يمكن كان طالع منه يا حيف او شيء، نعيره يشتغل مثلا بعد نص ساعه نزته يعني ونروح ويشتغلوا. فوقتها يمكن شي 4 5 اشتغلوا بجرمانة بنفس الوقت، فصار في هيك استنفار. العزل يا حيف واطفال بعمر الورد تعتقلون كيف كيف كيف، وانت ابن بلادي تقتل بولادي وظهرك للعادي وعلي هاجم. ناموا سوريين بليلة من ليالي آذار وما بيعرفوا إنه شروق شمس اليوم اللي بعده رح يحمل تغيير حياتهم للأبد. صحيت البلد على معجزة، الشعب يريد إسقاط النظام، دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، مغتربين عم يرجعوا ليشاركوا بهالحدث، استنفار أمني، شغل مدني عظيم بالنسبة لبلاد الصمت المحكومة بالحديد والنار. شباب مثل الوردة عم يمشوا بالشوارع ويعبروا عن مطالبهم بعشرات الطرق، وكانت النتيجة الطرد وإبعاد العباد عن البلاد. مين ما شاف قطع الطرقات والبحرات اللي صار لونها أحمر والطابات الملونة اللي مكتوب عليها شعارات الثورة. سوريا مدنية لكل أولادها، الشعب السوري واحد، الشعب يريد إسقاط النظام. مين ما شاف فيديوهات حمص ومتظاهرين ومليونية حما وأهزيج درعا. حلم حلو قصير حولته قوى الظلام لكابوس. الكابوس كان بالاعتقال، الدم، القسوة، العنف والنفي. كان مع فيزا، بس أمي ما بتحب، قال ما بدها، إنه هي عندها تقدر تأمن إقامة بمصر، ومصر بالنسبة لها بلد ما أنا مضطرة تتعلم لغته بعد هالعمر، بلد بتحبه ومسترخاية فيه كتير، مستقرة، عندها رفقات، عندها بيت. بالنسبة لها إنه تقدم لجوء ببلد أوروبي، هو كان يمكن أنا رح تأخذ فرصة حدا تاني يعني بحاجة أكتر، ورح يكون أصعب عليها، يعني رح تكون بالنسبة لها لعمرها لحياتها رح يكون أصعب كتير أنها ترجع تستقر بأوروبا. فاختارت بعد عمان، إجت فترة على فرنسا ورجعت استقرت بمصر. يعني هلأ رح يصلها 8 سنين بمصر. هلأ إلي شي 3 سنين أو 4 سنين ما شفتها لأمي. آخر مرة كانت هون يمكن 2017 2018 هيك شي، تجي احيانا بس انا ما بقدر اروح على مصر. يعني انا لحتى اروح لازم اشوف امي، لازم امي تاخذ فيزا على اوروبا وتجي، لانه انا معي وثيقه سفر، ما معي باسبور، فيعني لازم يصير معي باسبور اوروبي لحتى اقدر اروح على البلدان العربيه زور اهلي. يعني ب 2016 امي صار عملت عمليه قلب مفتوح، كانت دخلت فترة منيحة بالمشفى، ما قدرت حتى وقتها أخذ الفيزا أني روح شوفها لأمي، مع أنه عندها بيت مستقرة، كان إلى فترة بمصر، عندها بيت لحالة عم تشتغل، عندها إقامة نظامية، بس ما قدرت أخذ فيزا روح شوفها. إيه أنا وحيدة أمي، أمي طلقت من زمان كتير وما عندها غيري، وأخذتني ربتني عند أهلها، ويعني نوعا ما بعرف أبي من بعيد، ما كتير بعرف أبي يعني فعليا، ما يعني أهلي، لما بقول أهلي أو عيلتي بيكون قصدي أمي وخالتي وستي، العيلة اللي أنا عشت معها فعليا. فأي أنا كتير معلقة بأمي، وأمي وحيدتها لأمي. فما فيني أوصف لك شعوري ب 2016 لما فجأة عرفت أنه أمي صابتها جلطة بالقاهرة وبدها عملية، فاتت على المشفى واكتشفوا أنه في عندها انسداد بالشرايين، وأنا قاعدة بباريس ما قدرت أخذ فيزا، ما قدرت أروح. هو إحساس بالعجز، هذا الإحساس تبع العجز، تبع أنه هو السؤال اللي أنت دايماً واللي نحنا دايماً منخاف نسأل حالنا، أنه معقول يصير شيء وأنا ونحنا بعاد، معقول يصير شيء وأنا هون وأمي هنيك، معقول يصير شيء وأنا ما أقدر أشوف أمي مثلاً، بعيد الشر عن أهالي الجميع طبعاً، بعيد الشر عن كل اللي بنحبهم، بس هذا السؤال اللي هيك اللي بيخطرنا بهاي اللحظة، أنه إيه نحنا أهلنا بعاد، شو ممكن يصير؟
بهاي اللحظة لما أنا أمي بمصر عم تعمل عملية بالمشفى وأنا بباريس وعاجزة تماما. كتير أفكار سودا، يعني كتير 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 أفكار سودا. هو بلحظته كان هيك، صار عندي حقد على كل شيء، حقد على الفيز وعلى الباسبورات وعلى الإقامات وعلى المرض وعلى المشافي. الشيء الوحيد اللي كان منيح وقتها أنه يعني كان في أمي عندها محيط من الأصدقاء اللي هني عن جد عائلة تانية، اللي أنا قدرت أطمن أنه في حدا حواليها وفي حدا معها. بس لولا هيك يعني الإحساس بالعجز بيدبحني، ولسه بيدبحني الإحساس بالعجز لما بأي شيء، لما بعرف أنه ستي بطرطوس عم يجعى راسها مثلا وأنا قاعدة هون ما فيني أعمل شيء غير أني أحكي معها وما أطمن عليها سليها، ما فيني أعمل شيء تاني. هو إحساس العجز هو إحساس سيء، فعلا سيء. على فكرة أنا ب 2016 عن جد طلع لي شيب، عن جد بفهم هذا الإحساس، إنه أنت مو بس إنه أنت ما أنك قدران تعمل شيء، وأنت مطالب، وأنت مطالب حالك، ويمكن لازم إنه أنت تكون قوي بهاي اللحظة. دول لا أنا متماسك بعرف إنه أنا أبي أو أمي تعبانين، بس أنا متماسك لأنه أنا ما خرج هلا أكون ضعيف أبدا. إيه هذا بيدمر. يعني بعد ما قامت أمي من العملية حسيت يعني هيك، حسيت إنه هيك انهرت فجأة انهرت فجأة، حسيت ما هلأ صار فيني أبكي كتير، هلأ صار فيني أعبر قديش أنا كنت فعلا خايفة مثلا. العجز والانتظار شغلتين من أصعب الشغلات يلي ممكن أنه يواجهون الإنسان بالغربة وهو بعيد عن الناس يلي بيحبهم. يعني لما الإنسان بيطلع له شيب براسه من هالمواقف فهي أكيد ما لا مبالغة أبدا. أي إنسانية بدنا نحكي فيها وفي إنسان أمه أو أبوه عم يواجهوا خطر الموت وهو ما بيقدر يكون جنبهم لأنه في حدود على الأرض، لأنه في باسبور بيقول أنك من جنسية معينة وبيمنعك أنك تتحرك، وكأنه الجنسية السورية لعنة، كأنه سوريا يلي غنوا للعالم آلاف المرات وتغزل فيها الشعراء هي ذنب رح يلاحقك لآخر عمرك. العجز يلي جاي بهي المواقف ترافق عند نينار مع حياة صعبة أصلاً عم تعيشها ببلد غريب ولغة مختلفة تماماً. ما كانت بتعرف كمان بالمقابل أنه هي ما بتعرف سوريا، وأنه سوريا يلي منشوفها بالمسلسلات أبداً ما لسوريا الحقيقية. وصلت بالليل على باريس وبالسيارة بالتاكسي رايحة على بيت خالتي من المطار، وأنا بس هيك عم طلع حوالي، طبعا كتير عتم كتير مطر، وأنا بس هيك عم حاول انتبه على الشوارع أنه أنا كيف بدي أحفظ هاي الشوارع، أنا كيف بدي أتعلم أتحرك هون. عن جد كانت هيك، كانت غريبة كتير هاي اللحظة. يعني أنا ما كنت قادراني أطلع من سوريا قبل 2011، وبظن لساته الوضع قائم. أنا أهلي اتطلقوا من زمان كتير، كنت كتير كتير صغيرة، وعشت مع أمي كل حياتي، أبي كنت شوفه يمكن كل 5 سنين مرة بالصدفة. بس أنا كل ما أمي بدها تسافر محل، إذا بدها تاخدني معها، نحن لازم نعمل معاملة وراء طويلة عريضة نتواصل فيها مع أبي، لحتى أبي يعملنا هيك سلسلة من الموافقات، لأنه الدولة السورية بتخاف أنه أمي تخطفني من أبي، مع أنه هي اللي كانت مسؤولة عني كل حياتي، هي اللي ربتني. فهيك كان عندنا قانون أحوال شخصية ظريف كتير هيك بيخلي إنه أنا أمي ما عندها سلطة علي، ما عندها أي حرية إنها تسافر معي أو تروح معي أو تجي معي، لأنه هي بنظر القانون ممكن تكون عم تخطفني. فلذلك أنا كنت فعلا مطالعة من سوريا لبعد ما صار عمري 18 سنة لحتى طلعت مرتين على عمان ورجعت، لأنه قبل كان لازم هيك سلسلة من الموافقات مشان يضمنوا أنه أمي ما رح تخطفني. ب 2011 كان عندنا هيك صورة مثالية، وكنا عايشين جو ما فيني نقول مثالي، بس يعني ببداية الثورة كان هيك لسه شهر العسل تبع الثورة السورية. يعني لما كنت روح على الأبون أو على برزة كانوا يعرفوا أن أنا علوية من طرطوس. ما كان حدا سائل عن جد وقتها، ما كان حدا سائل. أنا لما طلعت من سوريا وتعرفت على مجتمع سوري بالخارج، أنا وقتها اكتشفت أنه صح أنا علوية من طرطوس،
صرت هيك صار في عندك هيك جو مطالب في أنت دائما إذا أنت من الأقليات الدينية، حتى لو أنت ما أنك معترف على ولا أقلية، حتى لو أنت معترف ما أنك معترف على أي انتماء ديني أو طائفي، أنت مطالب إنه أنت تثبت حسن النية، لأنه أنت مفترض عليك سوء النية كونك أنت من الأقليات اللي مع الثورة. فأنت لازم هيك دائما تطرح قديش أنت أكيد مع كل شيء بيصير، أكيد أنت مع كل المشاكل اللي عم تصير أنت معه، مشان ما تكون أنت مع بشار الأسد لأنه أنت أقلوي. فإيه كان هي أول صدمة بالنسبة لي بعلاقاتي السورية خارج سوريا، إيه إنه أوه أوكي، لا في إحنا في عنا مشكلة فعلا، في عنا خلل كبير، في عنا انتماءات تانية غير سوريا والثورة. يعني هي نقاشات متكررة، نقاشات خاصة بعد كم سنة، خاصة لما بلشت تطلع الفصائل الإسلامية أو لما تطلع التيارات الدينية، إنه إيه إنه ما فيك تنتقد، إنه يعني إذا بدك تنتقد تيار ديني أو بدك تنتقد حركة سياسية مبنية على أساس ديني، فأنت حكما عم تنتقد لأنه أنت أقلوي، مو لأنه أنت حدا ضد المرجعيات اللي من هذا النوع. لا انت محكوم، انت عم تحكي هيك لانه انت اقلوي مو لانه انت عندك راي. طبعا هلا بالنهايه كلنا بسوريا كنا عايشين ضمن دوائرنا الضيقه شوي. فيعني انا بالنسبه لي انه كنت مفكره عن جد وبكل سذاجه كنت مفكره انه انا الوسط تبعي او المحيط تبعي انه هي سوريا. هلا بعدين اكتشفت انه لا سوريا هي كشغله اكبر بكثير من هاي الدائره القليله اللي هي حوالي، واللي انا اللي هي مثل شوي السيف زون تبعي، أو اللي هي هيك محيط دراستي أو شغلي أو حياتي أو علاقاتي الاجتماعية. فمشكلتنا كلنا أنه هيك الواحد فينا شايف أنه سوريا هي محيطه الاجتماعي وما رضي يعني يشوف أنه لا في ناس تانية، في ناس تانية عندها مشاكل، في ناس تانية عندها مطالب محقة، في ناس تانية عندها انتماءات تانية، أنه سوريا ما أنا هيك شغلة واحدة وهيك ومصبوبة، وأنه نحن يا ننتمي لها يا ما ننتمي لها. الشغلة شوي أعقد من هيك بكتير، عقد من هيك صراحة. فأكيد أكيد بفترة من الفترات صار عندي شك بهذا الانتماء، صار عندي شك بأنه أنا بالضبط ما عاد أعرف أنا عن شو عم دافع وعن شو ما عم دافع، أنا بالضبط شو سوريا بالنسبة لي، شو هي سوريا. يعني هلأ مثلا أنا صار لي تقريبا 10 سنين برا سوريا، حاليا بعد كل هذا اللي عم يصير، بعد كل المشاكل اللي صارت، حاليا فيني أقول سوريا بالنسبة لي هي بيتي، يعني بيت ستي وكم بيت هيك بعرفهم وبس. كتير منقرأ بوسائل التواصل الاجتماعي شعار ثورتنا كاشفة، والقصد هون أنه الثورة السورية أسقطت أقنعة عن كتير شخصيات سياسية وفنية واقتصادية، مثقفين ومفكرين وغيرهم. بس كرأي شخصي، يلي صار بسوريا والحرب الدموية يلي انجبرت العالم عليها كشفت كمان مشاكلنا يلي ما بدنا نشوفها ولا بدنا نحكي فيها، كشفت عجزنا وضعفنا، كشفت عشرات الأنواع من الدكتاتورية يلي موجودة جواتنا. بأي حق في إنسان بالشارع بيحكي مع إنسانة وبيتحرش فيها؟ الأسوأ أنه ببساطة بيقدر يحط أي تبرير إن كان، أبسطه أنه ما بعرف أنك سورية. بالإضافة لهالشي، بأي حق هدول الناس اللي بسميهم قوى الظلام بيصنفوا العالم؟ بأي حق بيتشرف أو ما بيتشرف؟ من أسباب هالديكتاتورية هي قانون الأحوال الشخصية، يلي برأي مثقفين ومفكرين وقانونيين بيعامل المرأة السورية كأنها مواطن درجة تانية، ممنوع تعطي الجنسية لأطفالها، ممنوع تسافر بدون وراء وصاية، وكأنه ما لها مواطنة أصلاً. طلعت من سوريا بكير، فلسه كان لسه 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 براسي لسه صورة براسي مختلفة كتير عن شو صار بعدين. ما كان في أبدا أي مخطط، ما كنت بعرف. يعني طلعت خلال أسبوع أنا وأمي قررنا وضبينا غراضنا وطلعنا. فأنا خلال أسبوع كنت بالشام عادي، عندي شغلي وحياتي وبيتي ورفقاتي، فجأة لقيت حالي بباريس. فما كان عندي أي مخطط، كنت بعرف إنه أنا مبدئيا في عندي لغة لازم أتعلمها، وهذا الشيء هذا المفتاح الأول يعني لحتى بس أقدر أحط إجري على الأرض. وبنفس الوقت كنت هاي تبع انه طالعه شهرين وراجعه يعني ماكسيمو. طب اذا ما دي رمضان ما بعيد، انه ايه خلاص على رمضان الجاي اكيد راجعين اكيد ساقط وهيك. فيعني انه ما كنت عن جد ما كنت عارفانه، كنت هيك جايبه معي شوي كتير اغراض، بس انه شيء بس ما ببدا انه تركي كل اغراضي هنيك وجايبه معي كتير اغراض لهون، لانه ممكن اقعد لي شيء سنه، مو انه شهرين، سنه زمان مضطره اقعد وارجع على سوريا. وسحبت 10 سنين، كان صعب. اللغة ما كنت بعرف عنها شيء،
والقوانين والإقامة والوراق، بعدين هيك يعني أنت بتوصل على أوروبا، فأنت هيك بتأكل أول 10-15 كف بيروقراطية حلوين تبع وراق 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 ومواعيد مواعيد مواعيد مواعيد، طبعا بتنصدم بالطقس وهيك، والشمس اللي ما بتطلع وهيك. وانا كنت جايه انه جايه من طرطوس، انه كل عمري بطرطوس ومدينه وساحل وبحر ومدري شو شمس وهيك، فعن جد كان صدمه. عن جد انا لهلا لسه ما، اذا بدي استحضر انا الاول سنه قضيتها بباريس، عن جد ما بقدر ما بقدر، لانه ما بقدر هيك مثل بلاك هول. بتذكر بس كان لي 4 شهور، كان في حدا من رفقاتي اللي متعرفه عليهم بباريس عم يقول لي قد ايه لك، قلت له 4 شهور، قال لي والله غمضي عين فتحي عين تلاقيهم صاروا 4 سنين. فانا وقتها انه ايش 4 سنين، ايش معقوله ضل 4 سنين؟ فانا عن جد يعني صاروا 10 سنين وما عرفت كيف، ما حسيت كيف عن جد. طب هيك مضي الوقت وما عرفت كيف، لأن انا ما بعرف قديش عندي استعداد ارجع لهنيك اساسا. هلا اكيد طالما بشار الاسد موجود فاكيد اكيد ما 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 راح ارجع ابدا ابدا، بس يعني ما بعرف قديش صار فينا، يعني اذا بنكون بس هيك واقعيين ومانا شوي عايشين بالخسة بالأحلام، ما بنعرف إذا بشار الأسد بقى رح يروح. ما في أي مؤشر إنه في حدا بده يروح أساسا، فشكله قاعد. فإنه أي 10 سنين أنا لسه ما رجعت على سوريا، ويمكن لسه ترحلة 20 سنة تانيات، ويعني أنا يمكن أول 4-5 سنين هيك، حتى إنه أنا صار لي 5 سنين ما رجعت، وأنا يمكن فعلا إيه يعني ممكن يصيروا 10 وما أرجع. يعني فعلا انا كنت مجهزه حالي انه جاي زياره وراجعه، انه زياره طويله شغله، مو زياره انه سنه مثلا ماكسيموم، بس ايه 10 سنين، 10 سنين وما رجعنا. يعني كنت قبل ما اطلع من سوريا كنت عم اشتغل مسرح تفاعلي مع الاطفال، بعدين كملت جيت على فرنسا، فصرت اعمل يعني مثل وركشوبات صغيره مع الاطفال كمان مسرح تفاعلي، لا يعني لحد ضليت عم اعمل هيك ب 2017 صح لي اجي اعمل ببرلين كمان مشاريع مع ورشات عمل مع الاطفال كمان مسرح ب 2017 هذا الحكي. فوقتها وقعت بغرام برلين، فصرت اقضي حياتي بين باريس وبرلين. فجاه ب 2018 ما بعرف شو خطر لي، كنت عامله ورشه عمل مع اطفال بمخيم لاجئين ببرلين، فكان صعب، كان نفسيا صعب علي، كنت واصله لمرحله انه فعلا فعلا صعب الشغل مع الاطفال، صار في ارهاق نفسي، صار في ضغط نفسي. بتذكر كان في باخر ورشه كان في طفل بالكامل محروق، طفل سوري بالكامل محروق، بالكامل هيك كله جسمه محروق. فبالورشة كنت أنا عم أتعلم من الأطفال اللي معه، من رفقاته اللي معه، كيف عن جد كيف ما نون شايفين إنه هو محروق، كيف بالنسبة لهم هو رفيقهم اللي بيلعبوا معه كل يوم، وأنا أتضايق من حالي إنه ليش أنا انتبهت إنه هذا الطفل محروق. عن جد كان هيك كان في ضغط نفسي رهيب، لحد ما ب 2018 قررت إنه بدي أغير شوي، بدي أطلع من هاي الحياة كلها، بدي أعمل شيء تاني تماماً. بلشت أدرس لحالي أونلاين ماركتينج، وصرت أشتغل أونلاين ماركتينج، وهيك قررت نسكر الباب على أي شيء له علاقة بالدعم النفسي، لأنه أنا بحاجة دعم نفسي بذاتي. خوف، كان في أول أسبوع هو عبارة عن خوف، لأنه أنا خايفة، خوف لأنه ما بقدر أتواصل مع العالم، حتى إذا أنا مشيت بالشارع أنا ما بعرف أحكي مع العالم. إنه إيه كنت بحكي إنجليزي، بس إنه يعني ما كنت فكرة أساساً إنه أنا فيني أعتمد على الإنجليزي بباريس، وستيل يعني أنت ما فيك تعتمد على الإنجليزي بباريس. كتير 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 صعبة، كتير كتير ستريس، كتير لا صعبة المدينة صعبة. بس إيه فعلاً أول أسبوع كان هو خوف، كان بس خوف من أنا شو بدي أعمل، تبع إنه هيك أنا قاعدة عم أفكر إنه أوكي أنا هلا هون، أنا هلا كيف بدي بحكي، يعني شو بدي أعمل بالضبط، من وين بدي بلش، بدي بلش اني اعمل اقامه، بدي بلش انه انا اعمل لغه، بدي بلش انه الاقي سكن، لانه انا قاعده عند خالتي، وخالتي كان بيتها عباره عن 17 متر الحمد لله تغير بعدين، بس انه بدي بلش حياتي من الصفر ببلد انا فعلا ما بعرف فيه حدا، ما بعرف فيه عالم، بس ما بعرف عنه شيء. فهو اول اسبوع كان عن جد، اول حتى اول شهر هو كان خوف 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 كبير يعني، وهيك وقلق وهذا الاكتئاب تبع انه انا بدي ارجع على سوريا ولا ما بدي ارجع، انا بدي ارجع على هذا المكان اللي انا متعودة عليه وبعرفه وحافظته وبأمن فيه، وخلص ارجع انام بتختي وبيتنا، ولا انا خلص هلا بصير عندي بيتي هون وتختي هون. كان مرعب الشعور،
وما مو قده بس أسبوعين، يعني هذا الشعور تبع الخوف ضل فترة منيحة، ضل فترة طويلة، ضل حتى ما أول فترة تمكنت فيها شوي من اللغة تبع أنه أنا أعرف إذا ضعت بالشارع أسأل العالم وين رايحة وين جاية، لحتى شوي هيك يبلش ينكسر هذا الخوف. بس هو كان خوف، حقيقة كان خوف. بعد المظاهرات يلي صارت ب 2011 ولما صرخ السوريين بالشوارع، انكسر جدار الخوف. ولسه برغم كل الخسائر يلي لحقت بالسوريين، هذا الجدار مكسور وصعب انه يرجع يتعمر مثل قبل. بدك تتأكد؟ شوف درعا بذكرى الثورة بآذار الماضي. كتير قوى الظلام يلي عم تمارس القهر والظلم والديكتاتورية على السوريين بكل أنواع، سياسيا وعسكريا ومجتمعيا. كمان للمرأة السورية حق بوطنها، وقلنا حق ببلدنا وبشوارعنا، وإذا ما في أمل اليوم رح يكون بكرة فيه. والحراك المدني اللي كان بأول أشهر سنة 2011 رح يرجع، ولازم يرجع، لازم يرجع ليضوي على كل العتمة يلي موجودة ويلي كل قوى الظلام من كل الأطراف عم تحاول أنه تفرضها على السوريين. كان معكم مواطن سوري من عينك بلدي بودكاست، وأنا يامن المقربين.